في تقرير، احنا طبعا اتعودنا كل يوم بنسلط الضوء على ستات مصر اللي بيشتغلوا وبيتعبوا عشان عائلاتهم واولادهم. دلوقتي معاد تقرير كاميرا البرنامج عن السيده منى كمال اللي قررت انها تشتغل في الخياطه وانها كمان تساعد ستات كتير قوي انها تتعلم وتشتغل وتنتج. ايه القصه وايه تفاصيلها؟ تعالوا نروح ونرجع تاني. انا منى كمال، اصلا مواجهة فيزياء، ماليش علاقة خالص بالتفصيل. دي هواية حبيتها من زمان، وكان نفسي من زمان قوي قوي ان انا اعلم كل الناس. دي كان هدفي والله، وكان امنيتي ان كل الستات ما تجيبش حاجة جاهزة. ابتديت اشرح بطريقة مبسطة جدا، فالحمد لله ربنا وفقني لغاية ما جت كورونا. وبصراحة بنتي هي صاحبة الفكرة، قالت يا ماما ليه ما نعملش اكاديمية، وليه ما نعملش قناة على اليوتيوب، لان انا بعمل حاجه بحبها فبديها بحب. فوصلت هدفي الطبيعي البسيط جدا ان كل ست تعمل حاجتها وحاجه ولادها، ولو عندها مشكله ممكن يبقى دخل ليها وتقدر تحل بيه مشكله كبيره جدا في حياتها. عملت القناه، وحتى على الواتس بقول لهم تابعوني على الواتس، ارسمي لي الباترون وورجوا لي على الواتس. كلهم ببقى سعيده ان انا بقدر اساعد الناس بحب، مش منتظره منهم حاجه. فبحاول اقدم كل حاجه، بيبعتوا لي الاستفسارات بتاعتهم او بيبعتوا لي طلباتهم هم عايزين ايه، وانا بقدمها على القناه. وبرده عن طريق الكومنتات بنقدر نتواصل مع بعض وبنقدر نحل المشكله اللي هم عندهم. يعني بيبعتوا لي يقولوا لي عملنا مشاريع من ورا القناه دي، فطبعا دي حاجه بتسعدني الحمد لله. طبعا القناه ساعدت ناس كتيره جدا وسيدات كتير جدا ان هي تتعلم بطريقه مباشره من القناه، ترجع لها في اي وقت بمعلومات وافيه، موديلات مختلفه، بان هي تندك في بيتها من غير ما تنزل خالص، ولا تحتاج ان هي تنزل من بيتها، والمعلومه مبسطه وصلها في اي وقت وترجع لاي معلومه ناقصه. شجعتني ان انا افتح يعني بيج ليا الحمد لله. برضو الحمد لله برضو الناس كلها بتشكر في الشغل بتاعي. الحمد لله لحد دلوقتي ما اشتريتش حاجه من بره، كل لبسي انا الشخصي بعمله. حد من اخواتي طلب حاجه بعملها، بدات بقى اولادي كمان قالوا طب يا ماما اعملي لنا كذا، طب اعملي لاصحابنا، طب كده. فمن هنا جت فكره مشروعنا ان انا عملته من خلال طنط منى برضو. We'll be right back.